كنونة حموشي، كيف الحال؟ ان شاء الله تكونوا طيبين. رجعتكم بفيديو جديد يا اصدقائي. بهذا الفيديو مثل ما قرأت بالعنوان، اليوم راح اراويكم الطائرة الورقية تبع تحديث الصيف. مثل ما تذكرون لما شفنا ايميل، وهذه هي الصورة، شخصية ماسكة طائرة ورقية وكتها قاعد تطير، ولسه قاعد تطير المسكينة، وصلت للفضاء. فيب يا اصدقائي، وطبعا اول ما نزل التحديث وكتها بكيكسي اعطتني اياها، بس نسيت اني اسوي عنها فيديو واقول لكم انه يعني مميزاتها، واذا نزلت اشتروها وما ادري شلون. فبهذا الفيديو ايضا راح انصحكم اذا تشتروها او لا، ومتى تنزل عندكم. اوكي اوكي يا اصدقاء، فكلش متحمسه اراكم اياها، وللاسف نسيت انه هي نزلت. فبهذا الفيديو قلت اني اراكم اياها. فقبل نبلش بالفيديو، حطوا لايك، اشتركوا بالقناه، وفعلوا الجرس، ويلا نبلش. طبعا انتبهتوا بمقدمه الفيديو اني غيرت شويه بالمقدمه، اللي هي هاي ارمي في كي اكس دي، اقصد هاي ارمي نونا حموشي، خربطت بس. اوكي ارمي معناها الجيش، مو قصدي ارمي بي تي اس، ارمي معناها جيش اصلا، فسميتكم هاي ارمي يعني جيش نونا حموشي. فيب يا اصدقائي، فهي هاي المقدمة الجديدة، اكتبوا بالتعليقات هل حبيتوها. فصراحة حبيتها، هاي ارمي نونا حموشي، فكلش حبيتها. فيلا هسه خلونا نبلش بالفيديو، ليتس جو. فا اوكي راح اوريكم هي حاليا موجودة في الحقيبة، وهذه حطيتها من الاشياء النادرة. فمثل ما تشوفون شكلها كأنه هاي القديمة اللي بالتحديث الصيف، هسه استخدمها وتشوفون شنو فكرتها. فيلا واحد اثنين ثلاثة، شوفوا صدق تطير الشخص، يعني كلش حبيتها، وترفع مو يعني ما اعرف كيف اشرح لكم، ولكنها كلش حلوة. فشوفوا صعدتني لهنا، واقدر اطير هنا، شوفوا ترفع الواحد تخليه يطير اعلى ايضا، فكلش حبيتها يا اصدقائي، وفائدتها كلش حلوة. وطبعا يا اصدقائي فيكم تفيدكم قصدي بالمكان الصندوق السري، اذا كان مكان عالي او ما تقدرون توصلوا له، فكلش تفيدكم هاي، وتفيدني ايضا لما يكون مكان صندوق عالي وما اقدر اوصل له. وايضا يا اصدقائي اقلكم على تجربة بيها، اذا شربتوا مشروب طاقة واستخدمتوها ايضا راح تكون اعلى بعد من هذا، فوق ما انها عالية راح تكون اعلى اكثر. خلونا اجرب وياكم، راح تشوفون كيف انه راح تكون عالية. فنشرب المشروب الطاقة، يعني نجيبه ونشرب ونستخدمها، وشوفوا صرت اعلى، واو طرت الاعلى شيء. وصر اعلى اذا اكو خداع يا اصدقائي تسوي شخص اعلى. فيب شوفوا، فكلش عالي سمعت صوت الاشعار. فا اوكي، فشايكم بيها صراحة كلش حلوة، وانصحكم صدق انه انتو تشتروها اذا نزلت. خلينا نجرب ونشوف اذا نصعد الشمس، اتوقع ما نقدر، بس صرنا كلش قريبين عليه، واو. فا وايضا لما تنزل تكون بطيء، يعني مو بسرعة تنزل. فا وتذكرني ايضا، هاي تذكرني ببدلة الفضاء، لانه ايضا هي تنزل بشكل بطيء. لحظة لحظة اقول لكم على شغلة يا اصدقائي، بيكي اكسي ضافت وجه جديد في الصالون تبع وجه الالوال، وهو نفس هذا الوجه راح اوريكم اياه. طبعا يا اصدقائي هم بيكي اكسي راح يضيف هاي البيضة، لانه راح يكون عيد ميلاد لعبة الالوال راح يجي قريبا، فراح يضيفوها وهي ملابس اشياء جديدة. فخلوني اراوكم، خلينا شوي نسوي اقرب للشخصيه. اتوقع اذا نزلت وما قدرت تشتروها اقدر اسوي لكم عنها حزمه، انه يعني تقدرون تاخذوها مجانا. تذكرون هاي السلسله، تحبوها السلسله هواي، وهذا الوجه يا اصدقائي تقدرون تشتروه ب 1500 كوينز، فانصحكم تشتروه. فيب يا اصدقائي لكل لاعبين ايضا. طبعا البيضة يا اصدقائي ايضا اتوقع بشحن، واذا نزلت صدق بشحن راح اسوي لكم يا اصدقائي بديل عن الحزمة. استعدوا عود لما تنزل ان شاء الله اسوي لكم. بيكيك زي اتوقع مسويت لها فراغ هنا على مود بس تنزل يضيفوه هنا مثل الوال هذي اتوقع، بس يمكن او هم هيك مغيرها ما اعرف. فا وكلش متحمسة ايضا تنزل البيضة. واذا نزلت هاي الطائرة الورقية انصحكم من جد من جد ان تشتروها، لان كلش تفيد يعني بدل البدلة حتى. فشوفوا يا اصدقائي هسه انا طرت من الروبوت، فكلش حلوه يا اصدقائي، والله صدق 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 انصحكم تشتروها اذا نزلت، وحتى لو بجوهر والله انصحكم تجمعولها، لانه شيء كلش حلو ومفيد كلش. شوفوا كيف تونس حتى لما تطير، فصراحه حلوه وحبيتها، واقيمها 10 من 10، شيء حلو ونادر ويفيدك بنفس الوقت. وحتى خليتها من الاشياء النادره في حقيبتي، حطيت فيها النجمه على مود اني القاها في المقدمه، وهي من الاشياء النادره. واو قدرت اقفز بدل ما اطير. يب هو هذا الفيديو اليوم يا اصدقائي، لا تنسوا تقيمون المقدمه تبع تبعنا الجديده، فهاي ارمي،
فكلش متحمسة انه يعني اقرا تعليقاتكم واشوف اذا حبيتوها او لا. قول ارمي معناها جيش، خاف تقولون ها ارمي بي تي اس، لا يا اصدقائي بس مجرد معناها جيش نونا حموشي، فهي هالفكرة من عندها. فان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، حطوا لايك، اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس، وبس باي باي، احبكم.